إذن القراءة العاطفية أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دائما بنهملهم، يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين، فخلينا نشوف للعزاب هل في فرصة جديدة ولا لا، أو في شخص قديم ممكن يظهر، أو على حسب بنشوف كيف. إذن بالنسبة للعزاب لبرج الدلو، أول كرت حلو، ثاني كرت حلو. بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة، كنت عم تشعر إنك سعيد بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن إنه تكمل فيه، لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيما بعد انه لا، هذا العالم وهمي وانا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني، فانجرحت كتير في هاي الفترة الماضية. عم بشوفك بتكون سعيد، في خبريات حلوة، في شغلات كتير حلوة عم تسمعها، وأكنه ممكن يكون في شخص، ممكن من طرف صديق، ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينه وبين هذا، بينك وبين هذا الشخص، لأنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة، أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة، مش عارف شو بدي يحكي لك، بس هو بده إياك، يعني مبين إنه كتير عاجبه، كتير حابب إنه ياخد خطوة، لكن هذا الصديق عم بيساعده. إذن للعزاب في احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص، ممكن تكون الأبراج مائية هوائية، أكثر إشي يعني طاغي على الورق ناري، ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري، عم بيكون اللي هو مش متهور، عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات، فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة، أو ما عنده هداك النضوج، أو مش كبير بالسن، ممكن تكون هاي من صفاته، شخص مش طويل ولا قصير، يعني مظهره كتير حلو. لا مبين في شخص بالطريق، وممكن في عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا، فهو بس حيبلش من الصفر معك، يعني ما حيجي يقول لك إنه خلص نتزوج لا، حيبلش معك من الصفر، يتعرف عليك. فمش عارفة، أنا شايفة هذا الشخص إنه مناسب وحلو لبرج الدلو، إذا ممكن يكون برج ناري أو مائي هذا الشخص. خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو، لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تهتم زيادة في عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء، فهذا الشيء عم يزعل الطرف الثاني منها، وعم بيحاول إنه يوصل لها معلومة انه خففي شوي، اهتمي فيه شوي، بس هي كتير عم هذا الشيء ليش عم بيصير، لانه مبين عندي انه ايش هي
تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شيء، بدها كل شيء مثالي 1000000%. الأولاد بدها تكون بده بدها يكونوا دراستهم كتير واو، يعني بدها كل شيء مثالي، فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب إنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر. طبعا هاي كانت الطاقة القديمة، عم بشوفه بيلمح الزوج وكأنه في وكأنه إنه حاب إنه يكون في تغيير بهاي العلاقة وتجديد. في أشخاص عم ينغصوا عليكم حياتكم، ممكن حياتكم الزوجية، لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب يكون في ناس تتدخل، فعم بيكون كتير صارم في الموضوع. في حمل، ممكن يكون في احتمالية حمل لكن مش كتير كبيرة، 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل. في حمل بس شهر تموز 60%، بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه في طفل، في رضيع يعني في القراءة، لكن هو مش جنين يعني هو رضيع، فممكن يكون في بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين المش متزوجين واللي مش تاركين مش منفصلين، اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين. فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب، نوايا الشريك. نوايا الشريك لبرج الدلو، إذن نوايا الشريك يعني في ضبابية بهذا الكرت شوي، ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور، لسه ما اتضحت. هو ضايع بين قرارين، أو أنت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية، ففي عم بختار شخص من تنين. في إمكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما إلها أهمية. عم بشوفك يعني وكأنه أنت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض. هل في زواج مثلا؟ ممكن يكون زواج، في احتمالية أن يكون في زواج لكن مش في تموز، لكن حتحسي حالك أو حتحس حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك. هو عم يطمنك في تصرفاته، عم يعمل لك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة، عم بغار عليك بشكل كبير، انت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع. ف هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكتر من طريقة، فهو بطيء في اتخاذ القرارات، لكن أنا شايفة بوادر خير يعني لحديت الآن، يعني شغلات حلوة عم تطلع. بين عندي إنه معجب فيكي من ناحية، أو فيك من ناحية الشخصية أكتر، شخصيتك عم تعجبه او عم يحس انك انت عم تكملي له
شخصيته، عم بتكونوا متكاملين، هو هيك عم بحس أكتر شيء. بالنسبة إذن للمرتبطين، خلينا نشوف المنفصلين، إن شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمنفصلين اللي تعبانين إلهم فترة. إذن للمنفصلين أو المطلقين، في اللي هو للمنفصلين في أبراج اللي على العلاقة مع أبراج ترابية أو مائية أو هوائية، هدول الأشخاص يعني العلاقة عم تتحسن شوي شوي، ولكن فجأة الحبيب رح يخطر على باله إنه يكلمك، فهو ممكن يتصل فيك ومش عارف شو بده يحكي، خلص بس بده يتصل وبس بده يرجع. عم بيكون في حاجتك كتير هاي الفترة، حزين، مشاعره انه حزين كتير، في ندم، شاعر انه هو ظلمك في مرحلة من المراحل، وانت كمان يعني ما قصرت انت يعني ما سكتت له، يعني كان في اخذ وعطاء، كان في مشاكل من ناحيتك ومن ناحيته، لكن عم بحس حاله انه هو ظلمك اكتر. ف عم بيرجع عقله لراسه بالأخير، وعم يبطل يكون اللي هو محتار، رح ياخد قراره، ومبين فيه رجوع حلو، رح يكون من نوع آخر، رجوع اللي هو مفرح ومفاجأة رح تكون، وهو رح يفاجئك بموضوع تاني، يعني في موضوعين على الطريق مع بعض، الرجوع زائد الشغلة الثانية، فعم بشوف كتير ورق حلو، في فرصة للرجوع، في مراقبة من الطرف الثاني، فدير بالك، يعني يمكن يفهمك غلط أو كذا، يعني ممكن تكون تحكي مع زميل أو كذا فهو يفهمها غلط، يصير بده يتراجع، فكون كتير هاي الفترة مهتم بتفاصيل علاقاتك أكتر إشي. هذا مبين إذن ورق إيجابي 100%. خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن نقدمها لبرج الدلو حبايبي اللي أنا بموت عليكم، من أكتر الأبراج القريبين لقلبي برج الدلو، خلص بحبهم هيك لله في الله هم بنحبوا بصراحة، يعني بيستاهلوا كل خير. إذا في نصيحة، خلينا ناخد نصيحتين أو نشوف إذا الورق عم يعطينا نفس النصيحة أو نصيحة مختلفة. عم بيقول لك كتير كون حذر بالفترة الجاي، لكن اطمن، عم بطمنك، عم بحكي لك الحظ معك هذا الشهر 100%، رح تسمع أكثر من شغلة بتفرحك، رح يصير عند الأعداء مشكلة كبيرة، أو يعني في انتصار، في عم تنتصر على حدا ظلمك، على مجموعة يمكن تكون من الناس على الأرجح، عم تستعيد قوتك وكرامتك من بعد ما هدول الأشخاص حاولوا إنهم يعني يأثروا عليك بطريقة من الطرق، فعم بيطمنك الورق إنه كذا. كمان عم بيحكي لك إنه في عندك يعني لازم تقعد مع حالك أكتر، لازم تعطي لحالك وقت من الراحة أكتر، اهتم بنفسك وبصحتك،
كفيك اهتمام كتير بالأولاد، بالأطراف التانية، اهتم بحالك واهتم بالطرف المقابل، لأنه إذا أهملته أكثر من هيك ممكن تخسره. فهاي كانت النصيحة الأولى. خلينا نشوف نصيحة الأوراق الثانية. أكثر الورق عم بيحكي لي إنه كون صارم واتخذ قرار عم بتأجله إلك فترة طويلة، أو مشروع عم بتأجله لفترة طويلة، فبحكي لك تحرك خلص. هلأ الحظ معك، في فترات تانية ما بتعرف شو بصير. هاي كانت إذن النصيحة من الورق، وبتمنى لكم حبايبي كل الخير بهذا الشهر، شهر تموز، وجود لك لإلكم.